هذه مياه المجاري الثقيلة، وهذا نهر الفرات العذب في النجف سنوات عديدة، وهذه المياه السوداء تصب في الفرات الذي يعتبر المصدر الوحيد للمياه الصالحة في المحافظة. يقول ناشطون إنها كارثة بيئية وصحية تهدد حياة المواطنين دون إيجاد حلول، بالرغم من الوعود الحكومية التي تطلق بين الحين والآخر. اليوم يصب في مدينة الكوفة في شاطئ الكوفة أكثر من 3 أنابيب للمجاري، والسبب الرئيسي النجف إذا ما أرادت حل مشكلة تلوث مياه نهر الفرات وشاطئ الكوفة عليها أن تسعى للضغط على الحكومة المركزية بإطلاق التخصيصات الخاصة بإنشاء مشروع مجاري النجف الكبير الذي يقع في بحر النجف. هذا المشروع إذا ما فعل وانتهى سيتم حل مشكلة التلوث وعدم إلقاء مجاري المياه الثقيلة في نهر الفرات وتلوث المياه. أمراض مختلفة لم تنل من النجفيين فقط، بل انتقلت إلى المواشي والأسماك والأراضي الزراعية القريبة من شاطئ الكوفة الذي تتوغل فيه مياه المجاري التي تتزايد بشكل أكبر من السابق. مواطنون شددوا على ضرورة إتمام مشاريع المجاري والمياه الصالحة في القرى والأرياف ومراقبتها وتنفيذها بصورة أصولية وقانونية. دمرونا هاي مجاري، يعني ذبوها بالشط، الناس تسبح مرض، هذا يعني كلها أمراض، هذا أمراض على الناس، دمروا الناس هاي مرضوها مرض. أكو واحد يجيب مجاري يذبها بشط الكوفة، هاي الناس تسبح وناس تشرب. هاي الوضعية هنا مرضى الجهال ومرضى العوائل، وشك كورونا بالعراق، الأساس كورونا بالعراق هو هذا. وبالرغم من الصفة الزراعية التي تتميز بها النجف، تبقى التهديدات من كوارث بيئية تطال نهر الفرات قائمة وواردة في ظل تجاهل حكومي وفق ما يراه مراقبون. سنوات طويلة ومياه نهر الفرات في النجف مصبا لمياه المجاري الآسنة، لا إصلاحات حكومية ولا وعود نفذت لنقل الخط الرئيسي للمجاري الذي يصب في شاطئ الكوفة وانتشال المياه العذبة من التلوث البيئي. من النجف محمد رزاق، التغيير.